كتب هذه القصيدة الشيخ محمد عبد الله المردوف الكثيري إهداء إلى الشيخ عامر بن سالم بن عبد الله الشنفري ولكافة الشنافر وأهل الحافة الكرام بمناسبة زواج عبد الله وعمر، وكذلك الإهداء موصول للعوامر ولآل عبد القادر آل إبراهيم ولآل بن طولة المجيبي وابن علي مقدم المجيبي. ألحان وغناء الفنان جميل اليزيدي اليافعي، تم التسجيل باستديو فايف بالجمهورية اليمنية المكلا. التوزيع الموسيقى أكرم مرجان، صول العود أحمد مرجان، ودامت أفراحكم بالمسرات. والمجيب مراجع من ماضي وتوالي.
الأعقد يا مرخصي للروح يا موطن الأجود الحافة قلعة عز أعلى للأوطان.
قلت ما يمنع يا دبري يا عسجد حلت ليالي العز بالظاري لا معبد جيناني هنيكم يا غايث همالي أبو سالم الفرحنا هالليبة سم العدا أمجد من أول وتاني أخو عوض عامر مبداه متمركز جار الثريا سكن راس الشرف والعز ما يخلف وعوده والهون طق أنجد يا حيدان النايف رسم الثمن غالي أبو سالم الفرحنا هالليبة ثم العدا أمجد من أول وتاني مبروك عبد الله يا سامي الأمجد علمك وأخلاقك وللمفخرة أسيد يا نافر أهل المروة نعم من ماضي وحاضر يا مبخرة همدان من كابر الكابر يهون كلا يفها رهايب الأحمد تسبك يا راعي الجودة تدهني يا لجلك طيب المعنى قبعت والآوفي يا أهلك زانت لي الأقوال ومزاجي في العالم سالم أبو عامر فعوله وجلالاته يا فخرنا سالم طابت لي أقوال أبو سالم الفرحنا هالليبة ثم العدا أمجد من أول وتاني والعبد القادر يا سيد الأشرى منصب دعايتها من عهدهم الأسلاف سدات أهل الشروع صدقنا الوافق قوله والأفعالي مبروك أبو سالم الفرحنا هالليبة ثم العدا أمجد من أول وتاني من طلع المجد له يا سنة الأعراب وابن علي مقدم يا حاكم الأنصاب وانه فصل فيها تتثبت الأحلف والمجي بمراجع من ماضي وتوالي والعامري أنعم بهم من منبة الأطياب جنوا جواهرها من خيرة الأنساب لولو وصدانات والماس من الغالي أبو سالم الفرحنا هالليبة ثم العدا أمجد من أول وتاني مبارك بن سالم يا ماثر الأجداد سالم عبد الله شيخهم ينفكك الأعقد الحافة قلعة عز أعلام و
بالأمجد. أنتم عمود الأرض لي يسند الأوتاد، أزكى الأماني لكم بعرضي والأطوالي. أبو سالم الفرحنا هالليبة، ثم العدا أمجد من أول وتاني. حافه لها العزة والشان لها مذكور، بيرق مجد سالم في دفتر مسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستهديه ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم منها. شهادة الحاضرين، اشهدوا على عبد المنعم بن مسلم بن محمد العامري على أنه زوج ابنته اسمها من؟ وعد. ابن عبد المنعم راضية وعد تتزوج من عبد الله بن عامر بن سالم الشنفري؟ راضية. أمها راضية؟ أمها راضية. صافح عمك ولا زوجتك؟ زوجتك. وأنكحتك؟ وأنكحتك. يا عبد الله، يا عبد الله بن عامر، بن عامر بن سالم، بن سالم الشنفري، الشنفري ابنتي، ابنتي. من اسمها؟ وعد. وعد بنت عبد المنعم بن مسلم العامر بالمهر، بالمهر المتفق، المتفق عليه، عليه على ما أمر الله به، على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. عبد الله بن عامر بن سالم قبلت زواجها؟ زواجها. نسألتك، قبلت زواجها؟ قبلت زواجها. قل قبلت زواجها، قبلت زواجها. ونكاحها؟ ونكاحها. من اسمها؟ وعد. وعد بنت عبد المنعم، عبد المنعم بالمهر، بالمهر المتفق، المتفق عليه، عليه على ما أمر الله به، على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. قبلتها؟ قبلت. قل قبلتها. قبلت. بارك الله لك وبارك عليك وجمع ضميركم بخير. بعدين سلمون عليهم بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، نتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم منها. شهادة الحاضرين على زواج عمر بن عامر بن سالم الشنفري من أسماء بنت عبد المنعم بن محمد بن سلم العامري، اشهدوا على ذلك. أسماء راضية من الزواج من عمر بن عامر، راضية أمها، راضية. صاف عمر ولا زوجتك؟ زوجتك. وأنكحتك؟ أنكحتك.
يا عمر، يا عمر بن عامر، بن عامر بن سالم، الشنفري، ابنتي، أسماء، أسماء بنت عبد المنعم، المسلم، العامي، على المهر، على المهر المتفق، المتفق عليه، عليه بيننا، بيننا على ما أمر الله به، على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. عمر بن عامر بن سالم الشنفري قبلت زواج أسماء بنت عبد المنعم بن سالم، وقبلت زواجها ونكاحها أسماء بنت عبد المنعم المسلم العامرية في المهر المتفق عليه بيننا على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قبلتها قل قبلتها. بارك الله لك وبارك عليك. Dar el rey sken ras el sharaf wa
متى قلت ما يمها يا دبري يا عسجد حلت ليالي